السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة معادنا مع يونت 8، بعد ما شرحنا وحلينا 50 سؤال على يونت 7، النهاردة معانا 50 سؤال على يونت 8. Okay, number one. There are two in the sky. There are two what? اتنين ايه في السماء؟ Clouds ولا clowns ولا gowns او gowns؟ الاتنين صح. او mountains، عارفين معاني الكلمات دي طبعا. ايوه، there are two clouds. يعني ايه there are two clouds؟ يعني عندنا، ايوه برافو عليكو، سحبتين. تمام. number two. There is a wild animal. There is a wild animal. quick the window. ها، لو انت لقيت wild animal وانت راكب العربية هتعمل ايه؟ play the window, guess the window, or shut the window, or eat the window. ايوه، shut the window، نقفل الشباك. shut the window. number three. don't. امبارح قلنا ان don't بيجي وراها الفعل في المصدر، يبقى على طول وانت مغمض هتقول ايه؟ ايوه don't open. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني فعل سادة، يعني فعل بدون اضافات، يعني فعل ما تحطش فيه ولا اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي ان جي ولا ملح ولا سكر. اوكي. number four. the monkey isn't scary. it's what? it's hot. يعني هو مش مخيف. scary، ها، يبقى it's ايه؟ it's hot ولا dark؟ ولا هتقولي لا ده it's scary؟ لا it's cute. great. cute. okay، لطيف. yes great. number five. the is fat and has a long nose. fat، متين، تخين. and has a long nose. which one؟ snake، turtle، elephant، cheetah. elephant. great job، ممتازين يا شباب. elephant. number six. the turtle is than the giraffe. than، احنا قلنا امبارح يا شباب اذا لقينا than يبقى نختار الصفة اللي فيها er. يلا ركز معايا، الصفة اللي فيها er تيجي وراها than، الصفة اللي فيها er تيجي وراها than. يعني وانت مغمض هنا هتختار slower than. اوكي، برضو يبقى انت اعرف كويس، لقيت than اختار اللي فيها er، لقيت الصفة فيها er يبقى هتجيب وراها than. اوكي. number 7. the chimpanzee is short ولا taller ولا shorter ولا tallest؟ خلي بالك طالما ما لقيتش than، يعني ما بيقارنش بينه وبين حد تاني، او ما لقيتش the اللي هي في التفضيل وهيجي لنا اسئله عليها دلوقتي، يبقى هتحط الصفه زي ما هي، الصفه ساده. اما تقول احمد از، احمد از ايه تولر؟ لا، هتقول احمد از تول. هنا السؤال ده ذا تشمبانزي از، ايوه برافو عليك، وذا تشمبانزي از شورت يعني قصير. تمام، ما ينفعش اقول از تولر، لان لو تولر هيجي وراها ذان، شورتر ذان، تولست لازم يبقى قبلها ذا، تي اتش اي. اوكي. طيب تعالوا نمبر 8. one is the thinnest. ده ديت بقى برضو السؤال ده احنا خدناه امبارح في يونت 7. ايوه، which one is the thinnest، ايهما الانحف؟ which one is the thinnest، احفظها كويس. which one، which animal، which boy، which girl، which woman، which man، which toy، يعني اي 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 الاختيار. يبقى هنا بيقول لك ايهما الانحف. اوكي. نمبر 9. علي از، هنا الصفه يا شباب ركز معايا، الصفه فيها اي اس تي. الصفه لما يكون فيها اي اس تي يبقى لازم قبلها احط ذا، ولو لقيت ذا وهتختار صفه بعدها يبقى تختار اللي فيها اي اس تي. يبقى ركز معايا، عندنا حالتين دلوقتي، اللي فيها اي ار يجي بعديها ذان، لكن اللي فيها اي اس تي يجي قبلها ذا. اوكي. نمبر 10. وان از ذا شورتست، خلاص احنا حفظنا السؤال ده، يبقى ويتش وان از ذا شورتست، ايهما الاقصر. اوكي. نمبر 11. ذا از ذا شورتست انيمال، ايه اقصر حيوان؟ شورتست، ها،
elephant ولا whale ولا shark ولا chimpanzee؟ أكيد chimpanzee. great job, excellent. number 12, نبيل is shorter. مش محتاجة تفكير, shorter على طول في ER يبقى أخطر than. excellent. number 13, the is jumping up and down. ايه اللي بيتنطط من فوق لتحت كده؟ ها يا ترى, كلاود السحابة ولا كلاون المهرج ولا جاون او جون اللي هي العباءة او تاون المدينة؟ اكيد كلاون. الكلاون هو اللي بيقعد يقفز من اعلى لاسفل دائما. اوكي نمبر 14, we live a big house. we live to ولا off ولا next ولا in؟ اكيد in a big house, احنا عايشين في بيت كبير. لكن لو حبيت تقول next يبقى لازم يبقى وراها to. next to, next to. I مثلا هتقول ايه, I live next to a big house, انا بعيش بجوار بيت كبير. لكن هنا مفيش to يبقى هنختار in, يبقى we live in a big house عشان مفيش هنا next to. طيب هنا number 15, the cow eats the cow. يعني ايه الكاو؟ برافو عليكو. طيب eats what, snow ولا clouds ولا grass ولا down؟ اكيد eats grass, يعني بتأكل العشب او الحشائش. number 16, where is gone, where is gone, where is me gone, where is my gone, where is he gone, where is she gone. ايوه gone دي العباية, هتقول ايه؟ ايوه يبقى لازم قبليها ها صفة ملكية اللي هي my. Okay, where is my gown? Where is his gown? Where is her gown? Where is their gowns? Okay, يبقى هنا عشان ما فيش ملكية غير my يبقى هنختار my. Where is my gown? أين عباءتي؟ Okay, زي ما تيجي تقول where is my shirt? Where is my trouser? Where are my trousers? Where is my t-shirt? Where is my cap? Okay, number 17. The shark is the. قلنا the. شايفين ذا؟ شايفينها؟ احفظوها, خلي بالك منها. ذا يبقى ذا يبقى فيها اي اس تي, عندنا ثلاثة فيهم اي اس تي. طيب the shark is the sea animal, ها هتقول fastest ولا slowest ولا smallest؟ طبعا مش هو اصغر حيوان مائي, انما هنقول ممكن ها fastest sea animal. اوكي يبقى the fastest. number 18, is this chimpanzee? No, it. السؤال بدأ ب is, يبقى الإجابة لو yes هتقول yes it is, لو no هتقول no it isn't. number 19, he likes. عارفين يا شباب لازم تعرفها كويس ان عندنا كلمة like وعندنا كلمة love وhate وenjoy. الكلمات دي بيجي وراها الverb plus ing, الفعل فيه ing, يبقى هنا هتختار feeding. الفعل بعد like فيه ing دائما, اوكي مش مرتبط بزمن. he likes feeding, he likes playing, he likes watching, she likes reading. اوكي number 20, give us milk and meat. which give us milk and meat, elephants or cows or crabs or sharks? اكيد الالفنتس طبعا ما بناخدش منها ولا لحمه ولا حليب, يبقى هنختار الكاوز. اوكي اوكي طيب نمبر 21, which one is the. عندنا the مره ثانيه وبناكد عليها وخلي بالك منها, هي دي القاعده بتاعت يونت 8, the tallest اللي فيها اي اس تي. خلي بالك كويس ان عندنا the الصفه وراها اي اس تي. The is the biggest animal in the zoo. In the zoo في حديقة الحيوان, ايه هو ال biggest animal؟ ال whale ما بيبقاش في حديقة الحيوان, lion مش أضخم حيوان, snake no, elephant yeah great, يبقى ال elephant هو the biggest animal in the zoo. number 23, the is the tallest animal. طبعا عارفينها كويس, the tallest يعني الأطول اللي هي giraffe. number 24, my sister is wearing a nice. اختك بتلبس نايس ايه؟ ها ايوه نايس كلاون مهرج صح؟ لا طبعا نايس جاون او جاون.
جون او جاون. great. يبقى nice جون عباءة لطيفة. 25. don't worry. it won't you. ما تقلقش. يبقى خايف من ايه؟ it won't chop you. مش هيقطعك. it won't shut you. مش هيقفلك. look ولا hurt. طبعا hurt you. it won't hurt you يعني مش هيأذيك مش هيضرك. okay. يبقى don't worry it won't hurt you. hurt okay. hurt you. number 26. is the monkey. it's on the car. on the car يعني ده مكان. وابن احنا بنسأل عن المكان طبعا. ايوه where. great. يبقى where the monkey. فين الارض. it's on the car. 27. careful. طبعا عارفينها كويس وحافظينها وقلناها قبل كده. be careful. احترس. be careful. اوكي احفظها كويس. number 28. that is scary. that is scary. it has no legs. which one hasn't no, has no legs here. giraffes. لا عندها اربعة. cheetah. عندها. snake. monkey. طبعا snake. because it has no legs. ما عندوش اي رجول. طيب 29. there are any airplanes. airplanes هنا يا شباب جمع. وحتى لو بصيت للإجابة هتلاقي هنا aren't. يبقى السؤال لازم بيبدأ ب are. ليه؟ لأن هنا جمع وهنا الإجابة فيها are أو aren't. يبقى تختار are في السؤال. are there any planes. هل يوجد أي طائرات؟ no there aren't. number 30. the elephant is the animal. the elephant الفيل. thinnest ولا shortest ولا fattest ولا smallest. طبعا fattest animal الأضخم. okay. there aren't. aren't هنا منفية هي يا شباب. يبقى لازم يبقى no. no there aren't. number 32. the giraffe is. الجيراف ده ايه يا ولاد؟ ها؟ color ولا bird ولا animal ولا place؟ طبعا animal. اوعى تقول color مش لون. طيب number 33. we can see giraffes and elephants at the. بتشوفهم فين؟ school park ولا house park ولا safari park ولا market park. طبعا معروفة safari park. okay. طيب number 34. which one is that. ادي ذا اللي انا بنتكلم عليها. يبقى ذا biggest. biggest اللي فيها est على طول. اوكي. 35. the giraffe is the tallest. الجيراف tallest ايه؟ tallest bird. هي bird ولا town ولا animal ولا mountain. طبعا animal. great. the tallest animal اطول حيوان. 36. the is the thinnest animal. the a. ايه انحف حيوان. elephant. طبعا لا. cheetah. لا طبعا. turtle ولا snake. snake. yes. snake is the thinnest animal. number 37. the turtle is slowest animal. the turtle is slowest animal. هنا slowest فيها est. يبقى اختار طبعا the. عرفناها بقى كده وحفظناها. يبقى ذا الصفة فيها وراها EST. الصفة اللي ورا ذا فيها EST. 38. which one. one يبقى واحد. يبقى is the slowest. which one is the slowest يعني أيهما الأبطأ. 39. the is my favorite animal. animal حيوان صح. يبقى الانجليش. الانجليش حيوان. حتى لو بتكرهه ما تقولش عليه كده صح. تمام. يبقى rice ولا elephant ولا blue. أيوة elephant. great job. elephant is my favorite animal. number 40. the giraffe is a. أيوة قلناها من شوية إن الصفة ما دام ما لقيتش than ولا ذا يبقى تجيب الصفة سادة. يبقى is a tall animal. okay. لكن لو في ذا هنختار فيها est. لو في than هتختار فيها er. number 41. is the cheetah. yes it is. طبعا هنا برضو نفس اللي فوق. يبقى is the cheetah fast.
مش هتقول faster ولا faster than ولا fastest ولا الكلام ده خالص. ليه؟ لأن مفيش مقارنة أو تفضيل بينها وبين مجموعة أو مقارنة بينها وبين حد تاني. 42. Which one is the? Which one is the? ها the هي الصفة فيها؟ أيوة EST على طول، يبقى them EST. 43. My uncle lives in a small. عمك بيعيش فين؟ small town ولا office ولا school ولا hospital؟ طبعا small town، مدينة صغيرة. Okay. 44. We went to the zoo yesterday. We saw many there. We went to the zoo. رحنا حديقة الحيوان. We saw many what? شفت ايه هناك؟ Colors ولا people ولا animals ولا subjects؟ Yeah, animal. Great, excellent. هتشوف الحيوانات في حديقة الحيوانات. 45. That is the fastest animal. ها؟ معروفة ودي معلومة عامة. The cheetah is the fastest animal، يعني هي أسرع حيوان. 46. One is the biggest. خدناها كتير جدا، يبقى which one is the biggest، which one is the slowest، which one is the fastest، يبقى which. Okay، واعملها sandwich. 47. The giraffe. giraffe هنا مفرد، يبقى تاخد is. يبقى the giraffe is the tallest animal. Okay. 48. برضو نفس الكلام. Which one is the tallest? 49. Don't. أيوة. Don't worry. Don't worry يعني ما تقلقش. It's not scary. It won't hurt you. مش هيأذيك. Okay. يبقى don't worry. احفظ المحادثات يا شباب ومارسوها مع ماما وبابا. Number 50. Which one is the tallest? The is the tallest animal. ايه هو tallest animal هنا؟ ايوه giraffe is the tallest animal. اوكي جميل ممتاز. كده يا شباب حلينا 100 سؤال على يونت 7 ويونت 8، يعني 50 50. اوكي انتظر اختبار على يونت 7 ويونت 8 عشان انت تحلهم وترسل لي الإجابة. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye.